أفريكسيم بانك أو البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد يعمل مع الاتحاد الإفريقي وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لتطوير العديد من المرافق والعديد من المؤسسات داخل الدول الإفريقية من أجل مشاركة فعالة في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. لمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور خالد فهمي المتخصص في الشؤون الإفريقية. دكتور خالد، يعني بعد التحية، كيف تقرأ أهمية انعقاد هذه الاجتماعات للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد في ظل ظروف استثنائية يمر بها العالم اقتصاديا؟ تحية طيبة لحضرتك ولأسرة البرنامج. وطبعا المنتديات واللقاءات ديت بتفتح المجالات بشكل أكبر للمزيد من التعاون بين الدول الأفريقية وبين مصر، ومن خلال توقيع المزيد من بروتوكولات التعاون وتفعيل ما تم توقيعه سابقا، بالإضافة لمواجهة التحديات والتهديدات اللي بتواجه دول القارة الأفريقية. يمكن هبدأ الكلام هنا هو من أجندة 63 اللي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد عليها، أن القارة الأفريقية قارة مزدهرة تنعم بالاستقرار وتقوم بحل مشكلاتها من خلال توفير الدعم المالي الافريقي للمشروعات الافريقيه. دوت مش هيجي الا من خلال علاقه تكامليه وليست تنافسيه بين الدول الافريقيه، فتح مجالات ارحب للتعاون ما بين الدول الافريقيه، ازاله المعوقات اللي بتقابل التجاره بشكل كبير. ويمكن فخامه الرئيس اشاد بهذا الحديث في معرض حديث سيادته، وقال ان لابد من مشروعات الربط اللي بين الدول الافريقيه وبعضها البعض. يمكن فخامته قال ان مش هقدر اوصل لاثيوبيا، مش هقدر اوصل لكينيا. وحتى ضرب مثال انه لا يوجد خط سكه حديد ما بين المدن والعواصم الافريقيه حتى الان. بالظبط، وهو ده اللي هيفعل التجاره وهيخلي فيه تسهيل لحركه التجاره اكثر من خلال المشروعات اللي بتتم، طالما في طرق وفي وسائل للتنقل وفي وسائل حريه التجاره وحريه تنقل السلع والافراد، مع وجود الامن والاستقرار اللي بتنعم به بعض دول القاره. كل ده سبل بتزيد من فعاليه مثل هذه المؤتمرات والجهود اللي بيقوم بيها البنوك المركزيه لدعم التجاره ودعم التنميه الاقتصاديه بين الدول بعضها البعض. طب دكتور خالد، فيما يتعلق بالمحور الخاص باتفاقية منطقة التجارة الحرة، يعني بعين متخصص في الشأن الإفريقي، إلى أي مدى تفعيل هذه الاتفاقية يمكن أن يخدم مواطني وشعوب القارة السمراء؟ وطبعا القارة الأفريقية قارة واعدة، قارة يعني بتتمتع ب يعني العديد من الموارد الطبيعية، وأهم من الموارد الطبيعية المورد البشري اللي موجود في القارة الأفريقية. 1.3 مليار نسمة، 60% منهم في قوة الشباب، فهنا في تنوع في الأذواق وتنوع في المتطلبات اللي في السوق. قارة جاذبة تستطيع من خلال هذه السوق يكون في حجم تجارة أرحب، في تبادل تجاري ما بين مش داخل القارة فقط، لا ده يمكن تكون عامل جذب للدول الأوروبية وباقي دول العالم للمزيد من التجارة ما بين القارة الأفريقية وما بين دول العالم. فده بيزيد من حركة التجارة، بيزيد من التنمية الاقتصادية، بيزيد من فرص الاستثمار اللي موجودة في القارة، بيزيد من جذب الاستثمارات الخارجية وإتاحة الفرصة أكتر للاستغلال الأمثل للموارد اللي موجودة في القارة. سوق واعدة فيها العديد من الأذواق، سوق استهلاكية طبعا، 1.3 مليار نسمة، ده حجم كبير، تستطيع الدول الأخرى التعامل مع هذه الأسواق، وهي تعتبر منطقة جذب أكثر لرؤوس الأموال وزيادة في حركة التجارة وتدفق
الأموال للداخل الأفريقي. يعني لا يمر شهر أو يعني فترة إلا والقاهرة تستضيف مؤتمر يعني بشكل مباشر أو يتعامل مع قضايا إفريقية. يعني منذ وقت قليل كان المؤتمر الطبي الإفريقي الأكبر والأول بالقارة الإفريقية من فترة يعني زمنية استضافت مصر قمة الكوميسا. كيف تقرأ ذلك باتجاه تعزيز الحضور الإفريقي لمصر؟ هو طبعا مصر تعتبر قبلة للدول الأفريقية، ويمكن مصر كان ليها دور كبير في جهود التعاون ما بين الدول الأفريقية على مستوى الدولة وعلى مستوى القطاع الخاص، وكان في جهود كثيرة خلال الفترة السابقة وخصوصا أثناء جائحة كورونا، وما قدمته مصر من تعاون مع الأشقاء الأفارقة للقضاء على والسيطرة على هذه الجائحة. فده مش غريب أن مصر تستضيف هذه المؤتمرات وتستضيف هذه الفعاليات لدعم الجهود، ودوت بيفتح مجال أكثر يعني التعامل مع هذه المشكلات وتفعيل أكثر للاتفاقيات اللي تم توقيعها، بالإضافة ل التعرف على المشكلات اللي موجودة، يعني تحقيق التنمية والازدهار. يمكن مصر قبلة في التعامل مع المشكلات، ويمكن التصدي لظاهرة الإرهاب، وجعلت المنطقة مستقرة بشكل كبير، وصدرت هذه الفكرة للمزيد من العديد من الدول الأفريقية. كل دول بيجعل مصر يعني بإمكانياتها وقدراتها أن هي تستطيع التعامل مع مثل هذه الفعاليات ونقل الخبرة لباقي الدول الأفريقية. فيما يتعلق بنقل الخبرة والتعاون المصري الإفريقي، كيف يمكن أن تسهم الدولة المصرية تحديدا في مد جسور من التعاون مع شباب القارة الإفريقية تحديدا؟ نحن نتحدث عن قارة فتية، أكثر من 60% من سكان هذه القارة من قوة الشباب، هناك الكثير من المنح الدراسية، التعاون مع دول القارة الإفريقية. في هذا الإطار كيف تقرأ الدور الذي يمكن أن تلعبه الدولة المصرية في هذا الإطار؟ طبعا الدولة المصرية لها مجالات كثيرة في مجال الشباب، مؤتمرات الشباب اللي تمت في الفترة السابقة واستضافة أسوان ومؤتمرات الشباب وشرم الشيخ، وفي بعض المنح الدراسية اللي بتقدم للشباب من الدول الأفريقية في جامعة الأزهر وجامعة القاهرة، والخبرات التدريبية والتدريسية اللي بيتم دفعها من خلال القائمين او الكوادر المصريه لنقل الخبرات للدول الافريقيه. ايضا في بعض المنح، يعني في وزاره الشباب والرياضه ليها دور كبير في هذا المجال، ويمكن في منحه ناصر للقياده الدوليه فيها عدد كبير، ودي يمكن المنحه رقم 3، ودي كان بتستهدف الشباب الافريقي للتعرف على المزيد من الثقافات الافريقيه ونقل الخبره ما بين الشباب الافريقي في المجالات المختلفة، والتعرف على القضايا الأفريقية وكيفية التعامل مع هذه التحديات اللي بتقابلها. أيضا بننقل ما وصلت إليه مصر من تقدم وازدهار، وخصوصا في المشروعات القومية اللي قامت بها الدولة المصرية، والإشادة الدولية من جميع الدول الأفريقية بما حققته مصر من تقدم وازدهار خلال فترة تولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمسؤولية. كل دي مشروعات بتكون في صالح الشباب الأفريقي وصالح دعمهم، بل بتدي يعني أمل أن القادم أفضل، وأن القارة فعلا هتزدهر على يد الشباب الأفريقي. وشفنا بعض المشروعات في مؤتمرات الشباب اللي تمت رعايتها وتم تصديرها، وترى النور هذه المشروعات والابتكارات اللي قدمها الشباب في المجالات صحيح. المختلفة. في هذه النقطة تحديدا دكتور خالد، يعني على مدار 4 أيام عمر هذا المؤتمر أو هذا الملتقى والاجتماعات الخاصة به، سوف تنعقد 30 جلسة ورشة عمل، بالإضافة لمعرضين
هذان المعرضان يعني مخصصان بشكل كبير للمبادرات الخاصة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. نتحدث هنا عن قطاع اقتصادي مهم جدا داخل القارة الإفريقية يقود الشباب بشكل أساسي. وطبعا الشباب أمل الدولة وأمل القارة، وبنشوف النهاردة في الشباب يعني بيقدم مشروعات وابتكارات في مجالات التكنولوجيا. شباب دلوقتي أصبحت التكنولوجيا هي سمة العصر في الفترة المقبلة، وهي المستقبل إن شاء الله. بنشوف ابتكارات في مجالات عدة، وإزاي بيستطيعوا تقديم مثل هذه الابتكارات في مجالات مختلفة، في مجال الطب، في مجال الزراعة، في مجال الصناعة، في المجالات المختلفة، وكيفية تنمية هذه المشروعات ويدعمها في مثل هذه المنتديات، ويمكن إضافة بعض التعديلات الطفيفة لتتناسب مع متطلبات المرحلة والمستقبل. طبعا الاطلاع على مثل هذه المشروعات وهذه الابتكارات بتساهم في دفع التنمية، بتساهم في تشجيع الشباب على المزيد من الابتكار، بتخلق أفكار جديدة. دي بتعتبر زي جلسات عصف ذهني، بنقدر نبني على هذه الأفكار مستقبلا ونخلق مشروعات جديدة تتناسب مع البيئة الأفريقية وتتناسب مع التحديات اللي بتقابلنا. وزي ما سعادتك عارف، التكنولوجيا هي القادم إن شاء الله. بنشوف الذكاء الاصطناعي واستخداماته، وبنشوف استخدامات كثيرة في مجال الطب والزراعة بالمشروعات الري الحديثة واستنباطات سلالات جديدة. يمكن شفنا أيضا موضوع الروبوتات واستخداماتها في المجالات المختلفة خلال الفترة السابقة. خلال مداخلة السيد الرئيس في الجلسة الحوارية كان لافتا للغاية، حتى ختم السيد الرئيس كلامه بالتأكيد على أننا لن نعبر مما ما نحن فيه داخل القارة الإفريقية إلا بالتكامل ما بين كافة الدول الإفريقية، أن نقف جنبا إلى جنب وأن نكون يعني جميعا معا لكي نعبر الأزمات السياسية والاقتصادية، وطبعا في مقدمتها الأزمات الاقتصادية الدولية. كيف تقرأ هذه الكلمة للسيد الرئيس؟ وطبعا التكامل شيء اساسي، ويمكن فخامه الرئيس نادى بالكلام ده في اكثر من مؤتمر واكثر من محفل، واكد على عمليه التكامل، وهي ذات الاساس اللي ممكن القاره الافريقيه تتقدم. يعني يمكن في زي ما في بدايه الحديث كان اتكلمنا عن ان القاره الافريقيه بتتمتع بالعديد من الموارد الطبيعيه، واللي ديت كانت الأساس في مطمع الدول الغربية والدول الأوروبية في القارة الأفريقية. وكان المستعمر سابقا كان بينعم بهذه الثروات، أنا للمواطن الأفريقي أن ينعم بهذه ثرواته، وأن يحدث عملية من التكامل ما بين الدول الأفريقية. يمكن في بعض الدول الأفريقية لديها موارد أساسية ممكن تستخدم في بعض الصناعات، وبعض الدول الأفريقية عندها موارد أخرى. نستطيع التكامل بعملية التصنيع والتكنولوجيا اللي موجودة، وإذا ما كانش في التكنولوجيا دي موجودة لدى بعض الدول الأفريقية ممكن استيرادها من الخارج وتدريب الأيدي العاملة على مثل هذه العناصر التكنولوجية لتحقيق الفائدة القصوى من الموارد الاقتصادية اللي موجودة. إضافة لموضوع القيمة المضافة، يعني لو ما قدرناش ان احنا نوطن التكنولوجيا عندنا، لا ده ممكن ان احنا يعني يكون في قيمه مضافه لبعض الموارد اللي موجوده عندنا، ويتم تصديرها لتحقيق اقصى استفاده ممكن من جميع الموارد وجميع الثروات اللي موجوده داخل القاره الافريقيه. صحيح. اضافه لوجود العديد من الثروات بقى في المجالات. صحيح. الاخرى، مجال الزراعه والثروه الحيوانيه وخلافه، ودي تستطيع. صحيح. من خلال عقد شراكات ما بين الدول الأفريقية. إذن هو طريق التعاون هو الطريق الأمثل للقارة الإفريقية ما بين كافة دول القارة. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور خالد فهمي المتخصص في الشؤون الإفريقية.